مزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. دكتور طلعت أهلا بحضرتك معنا في هذه التغطية الإخبارية. إذن تابعنا هذه الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمناء وتابعنا كلمات كل الأعضاء تقريبا، وهناك جهد الحقيقة كبير جدا مبذول من لجنة الأمانة الفنية، وكان هناك حديث عن كيفية تصنيف وفرز كل الطلبات التي قدمت التي ربما وصلت إلى أو قاربت على 100,000 طلب من المواطنين المصريين. كيف من الممكن أن تصف لنا هذا الجهد، وكيف قيمت أول جلسة لمجلس الأمناء؟ طبعا أول جلسة جلسة جيدة جدا وجلسة تاريخية، وفيها فعلا يعني توافق كامل على تدي الحضور وعلى طموحاتهم ان يخرج صورا مجتمعيا جيدا وطنيا ونخرج بنتائج ترضي المصريين جميعا. طبعا المعلومات اللي قالت قدامنا معلومات جيده، اللي هي المعلومات عن رؤيه المواطنين ومقترحاتهم وافكارهم، اكيد حاجبنا عليها شغل كويس. طبعا احنا هناخد بعد دقائق قليله جلسه يعني اولى ان احنا فيها نعتمد اللائحه ونقترح لائحه لتنظم عمل الحوار الوطني، وده شيء غايه في الاهميه. في طبعا المحاور المختلفه الكل تاكد عليها، وعلى اهميه المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى ان يكون هناك رؤيه مع راي المواطنين المجتمعيين، المجتمع كله فيه مشارك. يعني كل الكلام ده ان شاء الله احنا متفائلين جدا بما ينتج عليه الحوار، وان شاء الله نتواصل باذن الله بعد الجلسه الاولى نبدا ان شاء الله نعلن بقى عن سيتم المرحله القادمه. انطلقت بالفعل اولى جلسات الحوار الوطني تحت شعار الطريق نحو الجمهوريه الجديده، وكان هناك تاكيد خلال هذه الافتتاحيه من خلال طبعا دكتور ضياء رشوان او حتى الاعضاء المختلفين على انه هيكون في حق الراي العام في المعرفه والشفافيه في متابعه مجريات الامور، وايضا حق المواطنين في المشاركه خلال جلسات الحوار الوطني سواء من خلال المشاركه المباشره او من خلال ايضا وسائل التكنولوجيا الحديثه. اهميه مشاركه المواطنين والتاكيد على هذه الشفافيه خلال جلسات الحوار الوطني. طبعا ان شاء الله طبعا كل حاجه كده مهم جدا، المواطنين هم الاساس لهذا الحوار. صحيح. عن الصفوه والنخبه، ولكن المواطنين بكل اطياف المجتمع المصري عشان نوصل لرؤيه كامله في بناء الجمهوريه الجديده. مش هتبنى الا براي الجميع وبافكار الجميع ومقترح الجميع. بنامل ان يكون هناك مشاركه للشباب بشكل واسع، لان هم الدوله تبنى للشباب وهم المستقبل. شركاء في كل من اطياف المجتمع المصري من السنه، القضايا كلها تبقى قضايا مهمه جدا، هتاخد وقتا طويلا مش بعد دلوقتي، ولكن في النهايه تكون نتائج نبني بيها التفكير. دكتور طلعت، كيف تابعتم كاعضاء في مجلس الامناء للحوار الوطني الورقات المقدمة من المواطنين والمحتويات المختلفة للاقتراحات الخاصة بمسألة أو شمولية أو الأمور التي من الضروري أن يشملها هذا الحوار الوطني، لكن بعين المواطن المصري من خلال هذه الورقات المقدمة؟ جادة جدا وحاجات محترمة جدا، وفعلا عن نص الشارع، وإحنا طبعا هنسعد جدا بهذه المعلومات وسعداء جدا ب التركيز عليها في المرحله القادمه. طيب يمكن دكتور طلعت ايضا من ضمن النقاط التي تم ذكرها وعايزين تفاصيل اكثر من حضرتك، انه هيتم تشكيل لجنه مشتركه حياديه من مراكز الفكر والراي المختلفه، مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته طبعا المختلفه، ومن ثم يتم رفعها للقياده السياسيه. لو ممكن تفاصيل اكثر. هو طبعا ده كل ده هيتنص عليه في اللائحه اللي هتعرض عليها الان، وهنراجعها وما ننتهي ليها نقدر نقول، انما طبعا ده لابد ان يكون ناس محاربين وخبراء عشان يعني يترجموا كل ما يتم رفضه وبشكل تطلع منه قرارات تنفيذيه او تشريعات. طب ما هي التطلعات في المرحلة القادمة؟ يعني اليوم كانت الجلسة الافتتاحية وتابعناها جميعا على الهواء مباشرة، وكان في عدد من الملفات اللي تم بالفعل مناقشتها. ما هي ربما الأطر أو الخطط القادمة لحضراتكم كأعضاء مجلس أمناء في الحوار الوطني من ناحية التنسيق والترتيب في الفترة القادمة؟ الخطوة القادمة اللي إن شاء الله الجلسة اللي تتعرض الآن بعد دقائق محدودة،
هنشتغل فيها على اللائحه الداخليه او لائحه تنظم عمل مجلس الامناء وننطلق بعد ذلك. نعم، أشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على كل هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا جزيلا لك.